يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السيروفيم، يا من هي بلا فساد ولدت كلمة الله، حقا إنك والدة الإله إياك نعظم. يا والدة عيد رقاد والدة الإله الكلية القداسة تحتفل به الكنائس الشرقية في شهر آب من كل عام، يبدأ بالصوم ويدعى بصوم السيدة العذراء ويستمر الأسبوعين وينتهي بصلوات احتفالا برقاد السيدة العذراء وانتقالها بالنفس والجسد إلى السماء. كنيسة القديس نكتاريوس ترأس المتروبوليت فينيديكتوس خدمة تقاريض جناز والدة الإله بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة وحضور جموع من المؤمنين مكرمين ومرتلين للفائقة القداسة في عيد انتقالها للسماء. إن رقاد السيدة العذراء وانتقالها إلى السماء جعلها مساهمة في خلاص العالم، فلك نرتل يا والدة الإله بما أنك انطلقت إلى الأخدار السماوية نحو ابنك، فأنت تخلصين ميراثك دائما. مرتلين لابنك الوحيد لأنه بالمجد قد في كنيسة رقاد السيدة العذراء في المفرق ترأس المطران فيليمونس مخامري بمعاونة الآباء الكهنة خدمة جناز السيدة العذراء بمشاركة جوقة الكنيسة وجموع المصلين. غير متزعزعا لأنك أنت وحدك قدوس أيها المستقر. وبين جبال دبين الخضراء التأم المؤمنون في دير السيدة العذراء ينبوع الحياة بخدمة جناز السيدة العذراء التي ترأسها المرشد الروحي للدير الأرشمندريت كريستوفورس عطلة. وفي خدمة الطواف التي جال بها المؤمنون حول الدير حاملين أيقونة رقاد السيدة ومرتلين في ميلادك حفظت البتولية وصنتها، وفي رقادك ما أهملت العالم وتركته يا والدة الإله. وتركته يا والدة الإله. أصبحت مريم العذراء والدة الإله لأن في أحشائها ولد يسوع المسيح بالطبيعة البشرية بحلول الروح القدس عليها، وهي أيضا أمنا جميعا لأننا عندما نتناول جسد المسيح ودمه نصبح أخوة للمسيح. كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانا ترأس الأب أليكسيوس قاقيش خدمة التقاريض بمشاركة جموع المؤمنين والمرتلين للدائمة البتولية والمتضرعين واللاجئين لمعونتها وشفاعتها. إن البرائة
إن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة النعمة، محافل الملائكة وأجناس البشر لك يعظمون. أيها الهيكل المتقدم والفردوس الناطق وفخر البتولية مريم التي منها تجسد الإله وصار طفلاً وهو إلهنا قبل الدهور، لأنه صنع مستودعك عرشاً وجعل بطنك أرحب من السماوات، لذلك يا ممتلئة النعمة تفرح بك كل البرايا وتمجدك. وتمجدك.